خلينا برضو نبدأ بكل تفاؤل إن شاء الله. الحمد لله ما عندناش أي معوقات. جميع المحاور التبادلية بين القاهرة والجيزة تعمل بكفاءة عالية جدا، نستعرضها تباعا. نبدأ بأهم محور، كوبري أكتوبر في الاتجاهين الحمد لله حتى الآن في سيولة مرية. كوبري الجلاء للمتجه لمقاطعة وسط القاهرة برضو الحمد لله في الاتجاهين باشا سيولة مرية. القادم والمتجه بالنسبة اللي قادم من 6 أكتوبر والشيخ زايد يمكن كثافات المعتادة أقل من أي يوم النهاردة المتجه للقاهرة بسبب نزلة الزمالك، ولكن هي بدأت تنخفض تماما، يعني خلال 10 دقائق ربع ساعة تنتهي تماما الكثافات المتجهة إلى القاهرة. العكس المتجه بقى لمناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد المتجه لمحور 26 يوليو بيعمل بكفاءة عالية جدا. القادم من مناطق فيصل والهرم ويتجه لمناطق القاهرة على غير العادة طبعا كوبري عباس النهارده في سيولة مرية في الاتجاهين، كوبري الجامعة برضو في سيولة مرية في الاتجاهين، ما بنحتاجش تغيير أي مسارات. خلينا نطمن اللي هينزل دلوقتي ويجي عن طريق الدائري لمناطق الجيزة عن طريق محور صفت. محور صفت بيعمل بكفاءة وفي هدوء مروري في منطقة أو محيط جامعة القاهرة، فاللي رايح مناطق الجامعة والدقي أو فيصل أو الهرم يبقى محور صفت بالنسبة له محور مناسب تماما. محور عرابي بالنسبة للقادم وهيتجه لمناطق المهندسين أو العجوزة هيبقى محور ملائم برضو بالنسبة له. القادم مناطق شرق القاهرة والتجمع والمعادي عن طريق محور المرورتين نطمنه شارع البحر الأزرق في الاتجاهين بيشهد سيولة مرورية، هنلاقي بعض الكثافات تبدأ مع شارع النيل السياحي، ولكنها الكثافات المعتادة معلوم طبعا تحولات نفق النهضة، ولكنها برضو تأثيرها النهاردة يمكن تأثير طفيف جدا. هيلاقي معدل الحركة أسرع بكثير من أي يوم. معظم المحاور الداخلية داخل الجيزة الحمد لله حتى الآن بتشهد هدوء مروري سواء شارع النيل في الاتجاهين، شارع السودان باستثناء طبعا منطقه امام محطه المترو اللي تشهد بعض الكثافات المتحركه القادم من فيصل، شارع جامعه الدول العربيه بجميع المحاور المرتبطه به، شهاب البطل احمد عبد العزيز، كل وادي النيل، كل هذه المحاور بتعمل بكفاءه عاليه جدا. شارع الدقي وشارع التحرير في سيوله مروريه في الاتجاهين هيشهد بعض الكثافات البسيطه في بدايه مطلع كوبري الدقي، دي طبعا نظرا للسلوك الخاطئ من بعض قائدي السيارات الأجرة اللي بيقفوا في مطلع كوبري، لكن مع تعزيز الخدمات بنحاول بقدر الامكان نقلل من هذه الظاهره. اخيرا شارع فيصل وشارع الهرم، خلينا نرشح دلوقتي اللي بيسمعنا ولسه هينزل هيبقى شارع فيصل افضل من شارع الهرم. كان عندنا من ربع ساعه حادث تصادم بين اتوبيس وسياره ملاك الحمد لله بدون اي مصابين في بدايه مطلع كوبري الجديده، كان لها تاثير سلبي على الحركه المروريه، ولكن تم رفع الاتوبيس وتم رفع سعره، بيتم رفع الكثافات رفع او سحب الكثافات دلوقتي، بس حتى الان طبعا ما زالت الحركه المروريه متاثره بالحادث بعضه. لكن شارع فيصل بديل مناسب جدا جدا، الحركه المروريه عليه تمام ما فيهاش اي مشكله خالص. طب الحمد لله. بخلاف كده ما عندناش اي حوادث جسيمه او اي مؤثرات غير طبيعيه او سلبيه على الحركه المروريه. طبعا بنتمنى ان يكون نهايه الاسبوع تستكمل لجميع مشاهدينكم الكرام بمنتهى الامن والسلامه ان شاء الله لجميعكم. يا رب ان شاء الله.